كافيه من مدير الجهه للتجاره بنابل بمناسبه الاستعداد لراس السنه الاداريه باش يتم قريب ان شاء الله عقد جلسه اللجنه الجهويه للتحكم في الاسعار تحت اشراف السيده الواليه، وباش يتم معنا فيها معنا ضبط البرنامج الرقابي خلال الفتره القادمه تحت اشراف السيده الواليه، وباش ينطلق ان شاء الله العمليه الرقابيه خلال شهر ديسمبر. والعمليه الرقابيه هذه كما تعرفوا ما تشمل محلات صنع وترويج المرتبات كيف المحلات الاخرى اللي مرتبطه بالاحتفال براس السنه الاداريه، خاصه من هالمحلات اللي تبيع من الملابس الجاهزه واللي تبيع في الملابس العطورات وكل ما هو يتعلق بالهدايا بمناسبه الاحتفال براس السنه الاداريه، باش يكون تركيز العمل الرقابي على هذه المحلات. واهم ما يتم التركيز عليه هو خاصه استعمال المواد المدعمه، باش نحاولوا في الملابس والمحلات هذه ونحاولوا نعمل تغطيه اكثر ما يمكن لتصدي كل امكانيه تلاعب بالمواد المدعمه. كيف اهم حاجه باش نركزوا عليها هي شفافيه المعدات التجاريه، خاصه منها في بلا احترام مصادر التزود وكذلك اشهار الاسعار المعمول بها، كيف الجوانب الصحيه والعمل الذي يتم بالتنسيق مع الهيئه الجهويه للسلامه الصحيه والمنتوجات الغذائيه باش نراقبوا المحلات وظروف العمل للصنع ومدى الالتزام المتدخلين بشروط السلامه والصحه.